بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة أجل إن الظفر بإيديولوجية صحيحة يتوقف على التمتع برؤية كونية صحيحة وما دامت أسس الرؤية الكونية لم تستحكم وما دامت مسائلها الأساسية لم تحل بشكل صحيح وما دامت وساوس الخلاف لم ترفع فإنه لا يوجد أمل في الحصول على الإيديولوجيا المطلوبة التي تعبد الطريقة وتنشط العمل وما دمنا لا نعرف ما هو موجود فإننا لا نستطيع أن نعرف ما لا بد أن يوجد كلمة جميلة يجب أن نعرف الوجود ثم نعرف ما ينبغي يعني النظم القيمي قائم على النظم الأنطولوجي النظم الوجودي وبينت هذه المسألة فيما مضى. الخير المطلق هو يساوق الله تعالى. الله محيث بحيث هي لا متناهية وهي الخير المطلق. من أين؟ لأن الذات الإلهية متناغمة مع جميع كمالاتها. فتعيش غاية البهاء، غاية الجمال، غاية السعادة. فتلتفت إلى الإنسان. تريد ذوقه تلك السعادة وذلك الهناء بما يناسب بنيته الوجودية هذا الالتفات يسمى الخير الأخلاقي فيأتي النظم القيمي الذي يحرك الإرادة نحوه فإذا تناغمت الإرادة المعقلنة مع هذا النظم القيمي فالإنسان في خير يترقى فيعيش الهناء السعادة المجد الإلهي إذا القيم قائمة على ماذا؟ على الوجود الواجبي وعلى كمالات الوجود الواجبي وتناغم هذه الكمالات مع ذاته فتنشا الهناء الصرمدي ينشا الهناء الصرمدي السعاده الصرمدي المجد الصرمدي فيلتفت الله تعالى الى الانسان حينها ياتي النظم القيمي فتتعين العقلانيه في الانسان والاراده وهذا هو ولقد كرمنا بني ادم في هذا الصباح كنت اطالع كتابا عنوان الكتاب باللغه الفرنسيه نقد الفنون يعلمك كيف تنتقد الفن وجدت عباره جميله لجون جاك روسو يقول فيلسوف الفرنسي المنظر للثوره الفرنسيه يقول لا يتميز الانسان عن البهائم بالعقل يتميز بالاختيار بالاراده والاختيار نعم هنا أصاب جون جاك روسو مئة بالمئة إن هذه العقلانية لا تبقى في فراغ هذه العقلانية يجب أن تحرك الإرادة هي لا تحرك الإرادة الإنسان يحرك ذاته تضيء الإرادة حتى تتلبس بالقيم وتعيش السعادة والهناء والمجد الإلهي معلومات في فضاء لا معنى لها لا معنى لها نعم والمسائل الاساسيه للرؤيه الكونيه تتضمنها الاسئله الثلاثه الماضيه التي يبحث الضمير الحي والفطره الواعيه للانسان هذا التعبير القديم نعم التعبير الرشيق وهكذا الاسئله الثلاثه الماضيه التي يبحث ضمير الإنسان الحي والفطرة الإنسانية الواعية عن أجوبة عن أجوبة نعم يقينية ومقنعة نعم لهذه الأسئلة وليس اعتباطا يعني ليس بدون ملك ولا عبثا أن يطلق عليها علماء الإسلام اسم أصول الدين أسس الدين. طبعا هذه الأصول لا تنتمي إلى الحكمة الوحيانية. تنتمي إلى الحكمة الطبيعية. قلت لكم إله واحد مرة يتعين بحكمة طبيعية، مرة يتعين بحكمة وحيانية وحيانية. الحكمة الوحيانية لا تأتي وتثبت أصول الدين، هذا يلزم الدور. يلزم الدور. كنا في قناة الكوثر وبجنب أزهري. من فضلاء الازهر. يريد ان يبطل العصمه المطلقه. العصمه المطلقه، النبي نحن في رؤيتنا العقديه معصوم بالعصمه المطلقه وكذلك الامام. يريد يبين انه لا عصمه العصمه فقط في في التبليغ. قلت له العصمه لا تثبت على مستوى المصداق. تاتي وتناقش سيره النبي حتى تثبت العصمه. هذا يلزم الدور العصمه تثبت للنبوه العامه بدليل عقلي لو لم يكن النبي بين قوسين والامام معصوما لا انتفى الوثوق الذي يؤدي الى انتفاء الغايه يعني الهدايه اذا العصمه تلازم ثبوتا الهدايه ان تنتفي العصمه انا لا اثق في هذا النبي صل لم يثبت عندي انه نبي. هذه العصمه العامه. ثم ناتي بمجرد ان احرز نبوه شخص بالمعجزه اقول معصوم. العنوان يصدق عليه قهريا. هكذا السياق الصحيح في اثبات العصمه المطلقه العصمه المطلقه الخاصه. ليس العصمه المطلقه العامه. نعم فقلت له اعطيني انت انت ضابطه اميز بين محمد النبي ومحمد البشري قال القرآن القرآن دورنا القرآن أنا أتكلم قبل بروز القرآن هذا القرآن لم يثبت عن عن أنه من النبي إذا لم يكن معصوما قد تكون فيه الخربطات إذا الذي يسد الطريق عن الخربطات هو العصمة المطلقة مع الأسف الشديد لا يفهمون هذه الأمور إذا أصول الدين تنتمي الى الحكمه الطبيعيه وليس الحكمه الوحيانيه والا سقطنا في الدور فمعرفه الله تقع جوابا جوابا عن جوابا عن السؤال الاول اين المبدا ومعرفه المعاد المعاد بالفتح بفتح الميم ليس المعاد المعاد ومعرفه المعاد تقع جواب عن السؤال الثاني إلى أين المنتهى حتى كلمة أين هذه استعارة لأن الأين هناك غير موجود الأين في الماديات ومعرفة الوحي والنبوة تقع جوابا عن السؤال الثالث ما هو الطريق المستقيم إلى الغاية ومن هو الدليل عليه ومن الواضح أن الحل الصحيح واليقين لهذه الأسئلة جميعا يتوقف على التفكير العقلي والنشاط الفلسفي هذا تأييد ل كلامنا ما هو هذا الأمر ينتمي إلى الحكمة الطبيعية أصول الدين تنتمي إلى الحكمة الطبيعية لا معنى لانتماءها إلى الحكمة الوحيانية يعني الدين قائم على حكمتين نعم وبهذا ندرك عن طريق آخر أهمية المسائل الفلسفية وضرورة ضرورتها ومن ضمنها علم المعرفة نظرية المعرفة وعلم الوجود سر الإنسانية وهناك طريق ثالث للتعرف على أهمية الفلسفة وضرورتها، ويتميز بأنه يستثير الهمم الرفيعة، وهو أن إنسانية الإنسان الحقيقة الحقيقية رهينة رهينة بنتائج الفلسفة وبيان ذلك أن إنسانية الإنسان الحقيقة رهينة بنتائج الفلسفة يعني إنسان في الإنسان في مقام الإثبات في مقام المعرفة. ليس في مقام الخلق، في مقام الخلق رهينة للخالق الذي أحسن تصوير الإنسان. إذا إن جميع الحيوانات تتميز بميزة خاصة وهي أنها تؤدي أفعالها بشعور وإرادة ناشئين من الغرائز. شعور خيالي وغريزة قاهرة. وكل موجود لا يتمتع باي لون من الوان الشعور فانه خارج عن مجموعه الحيوانات. ويوجد نوع ممتاز من بين الحيوانات بحيث لا ينحصر ادراكه في مجال الادراك الحسي ولا الغريزي الخيالي. ولا تكون ارادته تابعه لغرائزه الطبيعيه، وانما هو يتمتع بقوه ادراك اخرى تسمى الادراك العقلي يعني العقل. نعم وعلى ضوء إرشادها إرشاد هذه القوة تتشكل إرادته لا تتشكل إرادته تتفاعل أحسن العبارة الدقيقة أنها تتفاعل وبعبارة أخرى فإن الإنسان يتميز يتميز, يتميز بلون رؤيته وكيفية رعاه رغباته نعم الرؤيا والرغبه قد تكون رغبه حسيه قد تكون رغبه معنويه قد تكون رغبه الهيه هذه الرغبات موجوده في الانسان رغبه حسيه مثل الحيوان دفع وض... دفع الضرر وجذب المنفعه رغبه معنويه علم جاه مناصب ورغبه الهيه رضا الله فإذا قد تاصر فرد على الإدراكات الحسية والغرائزية طبعا ولم يستخدم بشكل صحيح قوته العقلية وكانت الغرائز الحيوانية هي الدوافع لحركاته وسكناته فإنه لن يكون حينئذ أكثر من حيوان وبتعبير القرآن الكريم فإنه أظل من الأنعام قد تسأل لماذا جعل الله تعالى هذه الغريزه فيه؟ اذا كان صنعه لما هو ارقى هذه نشأه, نشأة التكاملات يجب ان يكون متعلق ببدن وهذا البدن يحتاج الى هذه الغرائز حتى يبقى ولا يفنى دفع الضرر وجذب المنفعه في دائره الغرائز فهذه حكمه الهيه راقيه. نعم اذا الانسان الحقيقي هو الذي يستخدم يستخدم عقله في اهم المسائل المصيريه وعلى ضوئها يتعرف على الطريق العام لكيفية الحياة ثم يخطو فيه بشكل جد وثق وقد علم من أحاديثنا الماضية أن أهم المسائل المطروحة أمام أي إنسان و ولها تأثير فعال في المصير الفردي والاجتماعي للبشر ما زال هذه للبشر للبشر غيروها أنتم في المصير مصير البشر الفردي والاجتماعي إنما هي المسائل الرئيسية في الرؤية الكونية التي يتوقف حلها النهائي على النشاط الفلسفي والحاصل أنه من دون الاستفادة من نتائج الفلسفة لا يتيسر للإنسان تحقيق سعادته الفردية ولا سعادته الاجتماعية ويتعذر عليه الوصول إلى كماله الحقيقي هذا هو التنوير هذه البصيرة نعم. جواب لبعض الشبهات. او بعض بعض الشبهات. قد تطرح هنا بعض الشبهات نذكر اهم اهمها ثم نجيب عنها وليس عليها. الشبهه الاولى ما هي؟ ان هذا الكلام لا يثبت ضروره الفلسفه الا اذا انحصرت الرؤيه الكونيه بالرؤيه الكونيه الفلسفيه. والا اذا انحصر طريق معرفة مسائلها الرئيسية بالفلسفة بينما هناك نعم والا اذا انحصرت طريق معرفة مسائلها الرئيسية بالفلسفة بينما هناك ألوان أخرى من الرؤية الكونية مثل الرؤية الكونية العلمية الناتجة من التجربة والرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العرفانية الجواب إن حل مثل هذه المسائل كما اوضحنا ذلك اكثر من مره خارج عن نطاق العلوم التجريبيه هذه خارجه تخصصا لانها ليس من موضوعاتها هذه المسائل الاساسيه من اين وكيف السبيل والى اين نعم ومن هنا فانه لا واقع للرؤيه الكونيه العلميه بمعناها الصحيح التي تعتمد على المعطيات الماديه والحسيه وأما الرؤية الكونية الدينية فهي مفيدة فيما إذا كنا قد عرفنا الدين الحق هذا كلام الشيخ مصباح جدا جميل إذا مشروطة إذا كنا قد عرفنا الدين الحق بماذا؟ بالحكمة الطبيعية إذا الحكمة الطبيعية هي ملاك الحكمة الوحيانية والحكمة الوحيانية وظيفتها ما هي؟ وظيفتها بيان مجموعة من الدوائر لها علاقة بجزئيات العقيدة التي لا تمسها الحكمة الطبيعية العامة ودوائر الفضيلة دوائر الفضيلة، دوائر الفضيلة أوسع بكثير من دوائر العقيدة لأن دوائر العقيدة تكون جزئية فقط لأن الكليات أين تبين في الحكمة الطبيعية جزئيات العقيدة نعم الحكمة الوحيانية تتكفل بها ما نعرف الصراط هذا بالقبر خصوصيات عالم البرزخ السعودي خصوصيات الآخرة الحساب نشر الكتب هذه أنواع الملائكة هذه الجزئيات العقدية نعم يأتي تأتي الحكمة الوحيانية وتضيئها ثم دواء رائعة في الفضيلة سواء الفضيلة الأخلاقية أو الفضيلة التشريعية نعم إذا كنا قد عرفنا الدين الحق أين في الحكمة الطبيعية ولكن هذه المعرفة تتوقف على معرفة النبي ومرسله وهو الله جل وعلا ومن الواضح انه لا يمكن اثبات المرسل والرسول بالاعتماد على مضمون الوحي لانه دور نعم فمثلا لا يمكن القول انه ما دام القرآن يقول بوجود الله فوجوده متحقق لا ابدا دوري لان القرآن فرع النبوة والنبوة فرع الله تعالى أو تقول النبوة معجزتها القرآن والقرآن متفرع على الله تعالى فنقع في الدور. وأما الرؤية الكونية العرفانية فكما أشرنا في موضوع علاقة الفلسفة والعرفان فهي متوقفة على المعرفة السابقة لله سبحانه ومعرفة الطريق الصحيح للسير والسلوك. ولا يتم إثبات ذلك إلا على أساس الأسس الفلسفية وكذلك الدين. إذا كل الطرق تؤدي إلى الفلسفة. نعم. يقول في الهامش راجع كتابنا محاضرات في الايديولوجيا المقارنه الشبهه الثانيه ان محاوله حل مسائل الفلسفه والرؤيه الكونيه لا تكون موفقه الا اذا كان للانسان الا اذا كان للانسان امل بنتيجه لمحاولته لسعيه وبالالتفات الى عمق هذه المسائل وسعتها يعني عمقها فإنه لا يوجد أمل كبير في النجاح، وعندئذ من الأفضل ألا ننفق العمر في العمر في طريق لا تعرف نهايته، وإنما ندخره للبحث في أمور نأمل كثيرا في أن نصل بشأنها إلى نتيجة. نعم هنا العجز لا ينفي الحقيقة. صعوبة المسألة لا تنفي الحقيقة. هذا المغالطة. لصعوبة الفلسفة يعني الفلسفة باطلة لا لعمق الفلسفة يعني الفلسفة باطلة لا لا ملازمة بين الأمرين الجواب أولا إن الأمل في حل هذه المسائل المسائل الأساسية من أين وإلى أين والطريق لا يقل بأي وجه من الوجوه عن الأمل بنتائج المحاولة المحمولات العلمية التي يقوم, به يقوم بها العلماء لاكتشاف أسرار العلمية وتسخير قوى الطبيعة حتى في العلوم صعبة جدا إلا أن العلماء اقتحموا العقبة ووصلوا ثانيا أن قيمة الاحتمال لا تتبع هذه القيمة فقط عاملا واحدا وهو مقدار الاحتمال قد تعتمد على قيمة المحتمل نعم وإنما لابد من الأخذ بعين الاعتبار عاملا آخر وهو مقدار المحتمل قيمة المحتمل عظمة المحتمل وحاصل ضرب هذين العاملين هو الذي يعين قيمة الاحتمال، وبالالتفات إلى أن المحتمل مصير الإنسان، مصير الإنسان خطيرة جدا. نعم، مصير الإنسان، الفيلسوف الفرنسي باسكال إيماني هو ينحو نحو الإيمانية. لا يؤمن بأصالة العقل. إيماني أصالة الإيمان. عندهم مسألة تسمى في الفلسفة الدين الآن رهان باسكال وهي موجودة عند الإمام صادق عليه السلام يقول نقول هذا الملحد الذي لا يؤمن بالغيب نحن نعمل إذا ظهر أن ما كنا نعتقد به حق فزنا وخسرته لم يظهر شيء ما خسرنا شيء هذا الرهان الباسكالي موجود عند الإمام صادق عليه السلام في نقاشه مع الزنادقة والملاحدة يقول هؤلاء الذين يطوفون بالكعبة يقصد يقصد المسلمين الزنديق يستهزى بهؤلاء يقول يطوفون بحجر يقول هذا اذا اذا تبين يوم القيامه انهم كانوا على حق فازوا وخسرتوا اذا لم يتبين شيء ما خسروا شيء إذن هذا الاحتمال يكفي لاخذ هذه المسائل بجديه نعم وبالالتفات الى ان إلى أن المحتمل هنا هو السعادة اللانهائية للإنسان، ما زال هذه العبارة للإنسان، نعم، هو سعادة الإنسان اللانهائية في العالم الأبدي في الآخرة، فإن مقدار الاحتمال مهما كان ضعيفاً تكون قيمة الاحتمال فيه أكثر من قيمة احتمال النجاح في أي طريق تكون نتيجته محدودة محدودة ومتناهية. شبهة الثالثه كيف نطمئن الى قيمه الفلسفه والحال ان كثيرا من العلماء يخالفونها وقد نقلت روايات ايضا في ذمها هذا يعني العلماء ليس بحجه نعم يقول ما يقول ياتي شخص ويقول علم الاصول لا ينفع انت تسمع له حتى لو كان عالما كبير يجب ان تروح الى علم الاصول وتبحث عن هذا العلم أسسه قواعده نتائجه ثم كيف يكون رائعا في عملية الاستنباط فتقول هنا حجية العلم ليس قول فلان وفلان فكذلك الفلسفة نعم الروايات ممكن هذه الروايات تبين الفلسفات المنحرفة وليست الفلسفات التي تؤسس للأصول للأصول وأصول الدين نعم الجواب أن المخالفة للفلسفة قد تمت من قبل أشخاص مختلفين وبدوافع متنوعة ولكن مخالفة العلماء المسلمين الوعين غير المغرضين كانت في الواقع مخالفة لمجموعة من الأفكار الفلسفية الرائجة في زمانهم حيث أن بعضها بعض هذه المسائل على الأقل حسب رأيهم حسب ما يتصورون هما لم يكن منسجما من مع الأصول الإسلامية وإذا كانت هناك رواية معتبرة قد نقلت في ذم ذم للفلسفه للفلسفه فهي قابله للحمل على هذا المعنى، اما مقصودنا من المحاوله الفلسفيه فهي هي عباره عن استخدام العاقل في سبيل حل المسائل التي لا يمكن حلها الا بالاسلوب التعقلي، الا بالمنهج التعقلي، نعم، وانا لا ارى عاقلا يشك في هذه المسائل الراقيه الا اذا كان مغرضا او كان جاهلا. نعم كان جاهلا سيد جلوة في طهران كان زعيم للمشائية للمدرسة المشائية كان يخالف الحكمة المتعالية فيلسوف كبير معاصر لسيد جمال الدين الأسدبادي سيد جمال راح إلى طهران وخطب خطبة دسمة قوية جدا شديدة لتحريض المسلمين لجهة ضد البريطانية في الهند الهند ذاك الزمان لم تكن باكستان يعني في الحدود حدود حدود ايران بعدما انتهى السيد جمال 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 دي الاسبادي اسدبادي المعروف بالافغاني سالوا السيد جلوى الفيلسوف الكبير كبير ما رايك في خطاب السيد قال يجب أن نلبس الكفن يعني هو اقتنع بضرورة الجهاد والإقدام على الجهاد فسألوا سيد جلوة قالوا طلابه قالوا لسيد جلوة إن أحد أحد طلاب كتب رسالة ينفي فيها ضرورة صدور المعلول عن العلة يعني العلة التامة إذا اكتملت لا تؤدي إلى بروز المعلول وفقا للقاعدة العقلية الوجوب بالغير الوجوب المعلول بتمام العلة فالطلاب انتظروا أن يجيب السيد أو يكتب رسالة أو يطالع الرسالة على الأقل ثم يجيب لأنه فيلسوف عصره فقال أنا لا لا أطالع الرسالة ولا أقرأها تعجب الطلاب لماذا؟ قال ما عندي دليل أنه هو كتبه إذا جاز الانفصال بين الفاعل لأن العلة التامة أساسها الفاعل الفاعل هو الأساس والباقي كان تنضم إلى الفاعل تتشكل العلة التامة فيتولد المعلوم قال أنا ما عندي علم يقيني أنه هو الذي كتبها لماذا لأنه هو يؤمن بجواز انفصال العلة التامة عن معلولها إذن هذه الرسالة ما عندي دليل بأنه هو كتبها إذا اعتقد بأنه هو كتبها ضرورة فقد أقر بضرورة بروز المعلول بعلته التامة فنقض رسالته وكان الجواب مفعما ورائعا جدا نعم. أما مقصودنا من المحاولة الفلسفية فهي عبارة عن استخدام العاقل في سبيل حل المسائل التي لا يمكن حلها إلا بالمنهج العقلي وضرورة هذا الآمر في مورد تأكيد الآيات المحكمة للقرآن الكريم والسنة الشريفة كما تلاحظ نماذج كثيرة من هذه المحاولات في الروايات وحتى في نفس القرآن الكريم نعم من قبيل الاستدلالات الواردة في الكتاب والسنة على التوحيد والمعاد الشبهة الرابعة إذا كانت مسائل الرؤية الكونية قد درست بالمنهج العقلي والفلسفي في الكتاب والسنه فلا حاجه اذا لمراجعه الكتب الفلسفيه وما فيها من مباحث قد اقتبست غالبا من اليونانيين. نعم. هذا المسكين يفهم فقط الدين هذا صاحب الشبهه، يفهم الدين انه قائم فقط بالحكمه الوحيانيه. لا 70% الدين قائم بالحكمه الطبيعيه. الحكمه الوحيانيه ممكن 30% فقط. نعم. الجواب اولا ان طرح المسائل الفلسفيه في الكتاب والسنه لا يغير ماهيتها الفلسفيه. نعم. ولهذا لما وصلنا الى في العقائد دراسات العقديه الى توحيد الربوبي وجئنا بالايه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، سالت الطلاب دليل عقلي ام دليل وحياني؟ قالوا دليل وحياني. وبعض الطلاب قالوا دليل عقلي شيخنا بلسان وحياني هذا هو الصحيح دليل عقلي بلسان وحياني اذا ظهور المساله الفلسفيه في مجال النصوص الوحيانيه لا يغير المساله من الفلسفه الى مساله وحيانيه ابدا تبقى المساله مساله فلسفيه نعم ثانيا ان استخراج هذه الفئه من المسائل وتنظيمها بصوره علم خاص لا معنى منه كما حدث ذلك بالنسبة للفقه والأصول وعلم الكلام وسائل العلوم الإسلامية وكون هذه البحوث قد سبقت إليها الكتب اليونانية أو الهندية أو المصرية أو الكلدانية الكلدانية أو الأمازيغية أو المصرية وحتى الاقتباس منها لا يضع يضع من قيمتها يعني لا يوضع من قيمتها أو لا ينقص من قيمتها كما هو بالفعل بالنسبة للحساب والطبل والهندسة نعم. ثالثاً: لقد تناول الكتاب والسنه، يعني الحكمه الوحيانيه. والسنه دراسات شبهات الشائعه في ذلك العصر فقط، وهذا المقدار ليس كافياً للجواب عن الشبهات التي تتجدد باستمرار وتستحدث من قبل المذاهب الملحده، المدارس الملحده. نعم بل لا بد حسب تاكيد القران الكريم وقاده الدين الحنيف يعني ائمه الدين الحنيف من توسيع الجهود العقليه للدفاع عن العقائد الحقه والجواب على كل الشبهات المطروحه بشانها نعم الشبهه الخامسه سريعا نطويها ان الاختلاف إن الشبهه الخامسه ان افضل دليل على نقص الفلسفه هو وجود الاختلافات بين الفلاسفه انفسهم فالتفات إليها يسرب الإطمئنان من نفس الإنسان بصحة طريقتهم لاختلاف الفقه موجود في علم الأصول موجود في التفسير موجود نعم حتى في القرآن محرف وغير محرف موجود بين المذاهب هل هذا الاختلاف ينقص من قيمة القرآن أو من قيمة هذه العلوم لا أبدا نعم الجواب إن الاختلاف في المسائل النظرية لأي علم من العلوم أمر لا يمكن تجنبه فالفقهاء مثلا يختلفون في المسائل الفقهية ولا يؤخذ هذا الاختلاف دليلا على بطلان علم الفقه وفساد طريقتهم الخاصة كما أن اختلاف متخصصين في الرياضيات بالنسبة إلى مسائل الرياضية لا يعتبر دليلا على بطلان الرياضيات ولا بد أن تصبح هذه الاختلافات دافعا قويا للعلماء الواعين ليضاعفوا جهودهم واستقامتهم ومثابرتهم حتى يظفروا ب نتائج أكثر اطمئنان مما سبق. الشبهة السادسة: هناك أشخاص قد حققوا تقدما ملموسا في الدراسات الفلسفية ولكنهم مصابون بجهات ضعف في المسائل الشخصية والأخلاقية وفي المجالات الاجتماعية والسياسية فكيف يدعون أن الفلسفة مفتاح السعادة الفردية والاجتماعية؟ من قال؟ قال الفلسفة تنوير أما الالتزام هذا مسألة أخرى. الجواب أن التأكيد على أهمية الفلسفة وضروراتها لا يعني أن هذا العلم علة تامة وشرط شرط شرطا شرط كافيا المفروض أن هذا العلم لا أن هذا العلم علة تامة وشرط كافي لتمتع للتمتع بإيديولوجية صحيحة وسلوك عملي مطابق لها لا حتى الفقيه لماذا؟ الفقيه قد يكون فاسقا وحدث هذا الأمر نعم وانحرف كثير منهم وإنما بمعنى أنها لابد من توفرها كشرط لازم للظفر بإيديولوجيا مطلوبة أي أن سلوك الطريق المستقيم يتوقف على معرفته ومعرفة الطريق المستقيم تتوقف على التمتع برؤية كونية صحيحة وعلى حل مسائل هذه الفلسفة وإذا كان هناك شخص قد قطع الخطوة الأولى بشكل صحيح ولكنه توقف في الخطوة الثانية يعني الأيديولوجيا يعني العمل او انحرف فيها فان ذلك لا يدل على انه كان منحرفا حتى في الخطوه الاولى وانما لابد من البحث عن عله توقفه توقف او انحرافه في الخطوه الثانيه والعلل المتعدده الجاه حب المال و من الاسباب نعم تم القسم الاول التمهيد وندخل في القسم الثاني وهو علم المعرفه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد